بتحب هياك. أحب مين يا أبو علي؟ ريم مش هتمشي سكة وتعجر بالدبلة والفستان. اسمع كلام أنا أعرفها كويس قوي. ريم مش سهلة. سهلة أو صعبة على نفسها. طالما بقت مراتي وفي عصمتي انسى الكلام ده خالص. طب عشان نبقى على بياض أنا عايز أعرف أنا فين. أنت الكل في الكل يا أبو علي. وأنت إيه؟ دراع اليمين إياك. أنا سيد الكل. مش عندكم في البلد هنا بتقولوا على الكبير يا سيدي؟ بس أنا ماليش أسياد. أفهمك حاجة حسن، مفيش حاجة في الدنيا دي كلها ملهاش كبير. مفيش حاجة بتطلع من العدم إلا الدود يا حسن. خلاص يا سيدي الكل، أنا برا الليلة دي. مش بمزاجك. لا بمزاجي. هتخسر كتير يا حسن. وماله؟ أنا كده ولا كده مش كسبان حاجة. طب احسبها كويس. حسبتها خلاص. هي أنا وأنت والكل تحت رجلينا، يا بلاش. نتفق. يبقى ناكلوا لقمة سوا عشان الكلام يحلو. مروان مروان يلا اصحى اتفضل. تسلم يدك يا زينب. بالهنا والشفا. مش عارف اقول لك ايه، بس قلبه هو اللي جابني. اللي انت عاوز تقوله قوله. انا هقول لك اللي انا حاسس بيه. اللي انت حاسس بيها ولا كلامه خلاص؟ زينب انا عمري قلت لك. اوعى تقول لي ان انت عمرك ما قلت لي كلامه خلاص. انا عمري ما قلت لك كلامه خلاص. كل كلمه قلتها لك كانت من قلبي، من جوه قلبي. بس عينيكي فيهم اسئله كتير. انا قلبي هو اللي بيسالك مش عيني. مش انت قلت اللي جابك هو قلبك؟ انا اللي بيسال دلوقتي هو قلبي. أكيد علي. أيوه عليك. أيوه كده. قولي يا زينب قولي. بس أنا أقدر أسكته. وحكي. إحنا إيه غير شوية مشاعر. مروان ما تيجي نعمل كده. نخلي قلوبنا هي اللي تتكلم وهي اللي تقول وعقولنا تفكر وقلبنا يختار. يا ريت يا زينب يا ريت. طب خلي قلبك يقول اللي هو عاوز يقوله وأنا هسمع وهصدقك. أنا محتاج لك يا زينب. لا زينب مش لوحدها. زينب ليها أهلها وأمها وأخواتها وأولهم أخوك حسن. أنت عارف أنا كنت بفكر في إيه قبل ما أنت تخبط الباب بثانية؟ في إيه؟ كنت عاوز أسألك لما بتتلموا كلكم على طبلية واحدة جدو كان بيعمل إيه معاكم؟ كان يبص لكل واحد فينا ويتأكد إن كل واحد خد نايبه وشبع. ما كانش يقوم الا لما يحس ان احنا كلنا مبسوطين. وطبعا كل واحد فيكم كان لازم يتعمل له اكله مخصوص؟ لا، الاكل يتحط واللي موجود يتاكل ونحمد ربنا، واللي مش عاجبه يقوم. ما كانش يضايقه ولا يزعج له. الجو هو اللي كان بيجيبنا. انا على جده قد ايه كان حكيم. انت كمان يا زينب فيكي منه، وعم عبد الله كمان. القوه والاصرار والحب اللي ساعد الدنيا كلها. طب بأمانة كده ومن غير لف ودوران؟ أنا عمري ما لفيت ودورت عليكي. طب أنت إمتى حسيت إن أنت بتحبني وما تقدرش تستغنى عني؟ أنا ما حسيتش بالحب إلا معاكي وتعلمته منك. كنت بشوفك إن أنت مختلفة. كنت بحب أقعد معاكي وأتكلم. ولومت نفسي كتير إن أنا ما كنتش بزوركم وأقعد معاكي. ولومت نفسي اكتر على القطيع اللي ملهاش لازمه. وحسيت ان انت حته مني لما العمدة حبسك. قررت ان انا اولع في البلد كلها، بس المهم تبقى انت في امان. وحسيت كمان ان انت حته مني لما جه نوح. يعني انت حبيتني عشان نوح وبس؟ نوح هو السفينه اللي هتاخدنا لبر الامان. ما هو عشان نوح يعمل كده لازم باباه يبني السفينه ونوح يتعلم عشان ياخد الناس كلها معاه وما يسيبهاش للطوفان.
هو ده اللي كنت هعمله صدقيني. طب انا هسألك سؤال وانت هتجاوبني عليه وغصب عنك عينك هتضحك. اسأل يا زينب. انت اكيد يعني مرت عليك كم واحدة في البلد بتحبك وبتجري وراك، وجايز يعني ان انت حبيت مثلا في الثانوي او في الجامعة. تغيري يا زينب. جايز كلامك صح، بس انا عمري ما قلبي اتفتح لحد. كنت دايما بدور على الحريه اللي بيقولوا عليها، ولا الجنيه اللي بيحكوا عنها في الحواديد ويتحكوا. عينيك بتلمع من السعاده عشان اللي تمنيته في يدي دلوقتي. مش هتشرب القهوه؟ اشرب قهوه وشاي وينسون. مفيش غموس ولا ايه يا زينب؟ حاضر حاضر، ثواني يا غزال. مملتك ايه؟ سايبني لوحدي كده ولا على بالك؟ ايه بس يا قمر، مالك في ايه بالراحه شويه؟ ايه ده؟ وايه اللي بالراحه؟ والبنت اللي جوه دي هنعملوا فيها ايه؟ انا مال انا؟ هو ايه اللي انت مالك؟ ده بقول لك ايه، انا ايدي نضيفه، صفحتي بيضه ما فيهاش نقطه سودة، انما الدور بقى اللي هروح في 60 داهيه. ليه ان شاء الله؟ هو انا الخطفه الواد ولا ايه؟ امال انا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، لازم تفوقي كده وتعرفي حاجه، انا بقيت مسدود من حيطه تقيله قوي، يعني في بطني بطيخه صيفي، انما الدور بقى اللي هروح في 60 داهيه هما ملوش سعر ولا ثمن، فوقي لها كده. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك كده، البت دي لو طلعت من جوه هتروحي في 60 داهيه، عايزه تروحي في 60 داهيه؟ افتحي الباب. ماشي، انا عملت لها لقمه عشان تاكل. برافو عليكي، اللي انا والشيف، خلي بالك. ها خد الباب في يدك. حاضر يا حبيبي قلبي. هتعملي ايه؟ هتروحي؟ لا، ده لو بدري عارف ان انا خطيت عتبة عصام ده من غير ما يعرف هيبقى فيها موتي. هقوله هيحصل ايه يعني؟ مش يمكن يا بنتي يكون فيها مصلحة؟ مصلحة ايه دي اللي هاخدها منه؟ بعدين مش يمكن يكون كمين من بدري نفسه؟ الو؟ ده أنا قلت هتكلميني على طول، بقالي الوقت أكتر من ساعة وأنا قاعد مستني والتليفون قدامي.